مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غيدة جبيلي وربيع الدعوق من أمام وزارة الاقتصاد. اليوم عم نحكي عن سيارة اسمها ليرة. ليرة اللبنانية أصبح لديها أو عندها سيارة خاصة وهي لبنانية الصنع وتعمل على الطاقة الشمسية. المبتكر اللبناني هشام الحسامي هو من ابتكر هذه السيارة. خلينا نقوم معكم بهيدي الجولة بدخلها قبل ما كمان نحكي مع المهندس طبعا حسام وزير الاقتصاد اللي كان لهم احتفال رسمي هنا أمام وزارة الاقتصاد، وبعدها سيكون هناك جولة للوزير وأيضا للمهندس بداخل هيدي السيارة نكتشف أكثر كيف راح يكون شكلها. في لو سمحت فينا ندخل بليز، خلينا هيك نشوفها شوي لو سمحتوا، بما أنه هيك بركة بتفتح لنا السيارة لنصور كزدرنا فيها. خلينا نشوفها بشكل طبيعي نحن مباشرة على الهواء. هيدي اسمها سيارة ليرة، مثل ما ذكرنا ابتكرها المهندس اللبناني هشام الحسامي. أخذت معه حوالي السنة ليتمكن من تصنيعها. هي لبنانية الصنع وتعمل على السولر، الطاقة الشمسية. بدأ إرادة يعني لشخص يقوم بكل هذه يعني هذا التصنيع. عم نحكي عن إزاز، عم نحكي عن حديد، كمان في كاميرات، شو كمان فيها فرش التابلو، الطاقة الشمسية، السقف، البواب، الشاسي، كله هيدا نعمل هون يعني صناعة لبنانية. صح، لبنانية 100%. كمان بركة من فرج ربيع إذا قادرين نطلع السولر للكل عم يسأل كيف أنها بتمشي على الطاقة الشمسية من خلال السولر اللي موجود على السقف، بيتمكن من أنه إضاءتها. هشام بليز نحن على الهواء بدنا ناخد منك كلمة صغيرة. يا هيك لوليد لنشرح لنا أكثر حول هذه السيارة. بمبادرة اليوم اعتبرها مبتكرة بأنها هي فعلا عم بتكون نوعية. يعطيك العافية أستاذ هشام. يعني هلأ العالم عم تحضرنا لتعرف أكثر حول هذه السيارة. أول شيء يعطيك ألف عافية، خبرنا قديه استغرقت معك وقت، سنة تقريبا قرابة السنة، شو أصعب شيء كان، أي أكثر مهمة كانت صعبة بالنسبة لإلك؟ أول شيء هذه السيارة اللي احنا صممناها خلال فترة شهرين ونفذناها خلال فترة 4 أشهر. المهمات الصعبة اللي احنا مرقنا فيها هي بتعرف انه احنا اليوم ببلد ما في كهرباء وما عندنا تجهيزات لإنتاج سيارات بلبنان، يعني كل هذه كانت احنا بدنا نصنعها ونبتكرها ونلاقيها لوجود وهي منا موجودة، فكانت هذه كتير صعوبات بالنسبة لنا. فالحمد لله كل هالصعوبات احنا قدرنا نتخطيناها والحمد لله هي السيارة صارت اليوم موجودة وصارت هي سيارة نموذجية اليوم. نحن قلنا انه صار لليرة اللبنانية سيارة. فخبرنا أكثر ليش سميتها ليرة؟ أنا سميتها ليرة اليوم هي دعما لليرة الوطنية اللبنانية ودعما للاقتصاد الوطني اللبناني. حبينا نسميها ليرة مع أنه الليرة اليوم هي كل العالم عم تقول أنه الليرة مش نحن عنا نظرة مختلفة. يمكن أنا شايف أنه اليوم الليرة إن شاء الله هترجع تتحسن وترجع توقف على إجراءها، فمش هيك اليوم سميتها ليرة. حنتنباع بالليرة يعني اليوم للعالم اللي عم تسأل اللي حابب أنه يكون عنده هيك نوع من السيارة ربما تقدر تصنع له، قديه ممكن أنه الواحد يدفع حق هيك نوع من السيارات؟ هذه السيارة اليوم ببلش سعرها من 3500 دولار لتوصل لغاية 15000 دولار، تتوقف على حسب حجم البطاريات وعلى حسب قوة الموتور. فإن شاء الله نحن نقدر نوصل لكل طبقات الناس وآرائهم وأذواقهم. من بعد ما عملت السيارة لوين طامح؟ نحن طامحين أنه يصير في عنا مصنع بإنتاج سيارات الكهربائية اللي بتشتغل طاقة شمسية بلبنان، ونحن إيدنا ممدودة لكل شخص بحب يتعاون معنا.
اليوم عم نشوف وزارة الاقتصاد خصصت حفل رسمي للاحتفال بهيدا الابتكار، ولكن خليني أسأل، هل كان هناك دعم فعلي من قبل الوزارات المعنية لمساعدتك بهيك نوع من المشروع؟ بصراحة لا، ما أجاني أنا دعم مادي بأي شيء، هذا كان كله تمويل مني أنا من شخصي، ما أجاني أي شيء دعم. كمان حابين نعرف أكثر، إذا هيك فيك تشرح لنا شوي، إنه عم بيجور ربيع ليفرج العالم على السيارة، مواصفاتها هيك باختصار شو هي؟ هاي السيارة أول شيء هي سيارة كهربائية بتشتغل على الطاقة الشمسية، في حال كان في شمس منك بحاجة لتشارجيها، وفي حال كان ما في شمس هذه البطاريات بتقدر تمشيكي مسافة 200 كيلو، وفي حال كان فضي البطاريات خلال فترة نص ساعة في لها تشارجر على الكهرباء العادية بتقدر تشارجي منها البطاريات وترجع كمان تمشيكي الشحنة 200 كيلو. حلو، موفق كتير، شكرا لك هشام حسامي على هيدي المداخلة، كنا بجولة حول هذه السيارة. وزير الاقتصاد أمين سلام أيضا موجود هنا لرعاية هيدا الحفل، وكان له كلمة في هذا الإطار، بدنا نحكي معه للوزير طبعا بطبيعة الحال قبل ما ينتقل هو وحسام ويجربوا، إذا هيك فينا نقول يجربوا السيارة أكتر. ربيع خلينا هيك ناخد مقابلة إذا فينا نجي صوب لنحكي مع الوزير اللي موجود هون على المنصة. هيدي صورة كبيرة من يعني بالخلفية اليوم وراء الوزير بتشرح صورة طبعا. نعم شايفتنا خبرونا آراءكم واقتراحاتكم، شو رأيكم اليوم بسيارة بتعمل على الطاقة الشمسية؟ منذكر بأنه لما قام يعني حسام بهيدي هيدا الابتكار اليوم اللي يعد نوعي كان لأسباب عديدة، ومنها الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل ما كان في حتى كهرباء بالبيوت، بيقول أنه كان على محطة البنزين لحظة اللي قرر أنه يقوم بالسولر ويكون على الطاقة الشمسية ليتمكن من قيادة السيارات وذلك. يعطيك العافية معالي الوزير أمين سلام، جاي اليوم سبور لتسوق معودين عليك هيك بالرسم اليوم بسبور، شو رأيك بهذا الاختراع النوعي اليوم كلبناني يقوم بتصنيعه؟ شوف، اختراع السيارة مثل ما قلنا نحن اليوم يعني له رمزية كتير كبيرة، وتحديدا انه هالمهندس اللبناني المتواضع اللي صنع هذه السياره بسواعده ودعم عائلته بجراج بنيته بظل بلد عم بمر بظروف كلنا بنعرفها، ظروف شبه تعجيزيه، هذا انسان لا اخذ قرض من البنك، هذا انسان اشتغل بكهرباء ساعه مقطوعه ساعه جايه ساعه رايحه، صنع سياره وبناها تقريبا خلال فتره اقل من سنه. هيدا هو أمل لبنان اللي ترجم حلم عمله حقيقة من خلال الإرادة، ونحن قلنا رسالتنا اليوم من هالمنبر هيدا من وزارة الاقتصاد هي أنه نقرن الحلم ونقرن الأمل ونقرن الطموح بالإرادة، لأنه اللبناني للأسف اليوم عم بكافح وعم بناضل وعم بقاوم، بس إذا ما عمل مثل ما عمل هشام وقال أنا من الضعف بدي أخذ قوة وقال أنا من الظلمة بدي أجيب نور، ما حنقدر نطلع نحن من الأزمة اللي نحن فيها، لأنه تبين واضح جدا خلال 3 سنين اللي مرقوا ما حدا حيساعدنا إذا نحن ما ساعدنا حالنا. فهيدا نموذج اليوم كتير مهم، أنه في لبنانية قادرين يعملوا المعجزات، بدهم دولتهم حدهم، بدهم إرادة قوية، لأنه الإرادة فقط هي الوسيلة إلى التغيير، ونحن بلبنان بدنا تغيير. هذا التغيير اللي عم نشوفه اليوم هو اللي بنحكي فيه دايما، الشعار الكبير اللي هو تحويل لبنان من اقتصاد ريعي عايش كان على الفوايد، دمر القدرات البشرية، هجر الأدمغة، قتل المواهب، لأنه ما في محفزات، كان نظام عايش على المصارف تعطي فوايد والناس قاعدة حتى أجر على أجر وناطرة الفايدة. اليوم لا، نحن عم نقول اللبناني قادر يصنع، وعم نبدأ بصناعات مش هينة، يعني عم نحكي بصناعة سيارة، قادر يصنع، قادر يعمل، قادر يطور. اليوم إذا عندك أنت 100 مهندس أو 100 طبيب أو 100 مبدع مثل هشام،
لبنان خلال سنوات قليلة ممكن يوصل للقمة، ونحن هذا الشيء سمعناه من دول الخارج اللي قالوا لنا بدنا لبنان يكون معنا برؤيتنا بغرفة القيادة، مش بس على القطار، لأنه بيؤمنوا أنه لبنان عقول، لبنان منه بس بلد عادي بتعولي على شراكته كجغرافيا، لبنان في أدمغة. الإرادة أكيد لازم تكون بصلب كل لبناني، والدليل أنه كل اللبنانيين بمختلف الدول رافعين اسم لبنان بإرادتهم وعزيمتهم وشغلهم الحلو. اليوم في دور يجب أن تلعبه الدولة، وأنت ذكرته بخلال هيدي الكلمة، معقولة نقدر نشوف أنك عم تتبنى هيك نوع من المشاريع اللي يكون فعلا على أرض الواقع؟ أكيد أنا مثل ما قلت، يعني غير التيك توك وال أكيد لا، أنا مثل ما قلت يعني القطاع الخاص مهما عمل ومهما حلم ومهما كان عنده إرادة أيضا، إذا دولته مؤسساته مش واقفة حده ما بيقدر يعمل شيء. وأكبر دليل هو أنه معظم الناس اللي هاجرت ومعظم المبدعين اللي تركوا، أول جواب كانوا يجاوبوه لما يسألوا ليش تركته، كان يجاوبوا لأنه دولتي ما كانت حدي، ما كان يقولوا لأنه ما حدا ديني أو ما حدا صاحبي مواقف، لأنه دولتي ما كانت حدي. لأنه نحن هيدا المثال اللي هو سيارة اليوم بيعطيك أكبر مؤشر أنه الدولة ومؤسسات الدولة بتبلش معك من أول الطريق. اليوم إذا هشام ما سجل بوزارة الاقتصاد اختراعه وأمن له الحماية ما بيقدر يكفي، إذا اليوم وزارة الاقتصاد ما عملت له كل المعاملات المطلوبة لينتقل لمرحلة الاختبار وليقدر يروح يسوق اختراعه وياخد شهادة من الدولة ما بيقدر يكفي. يعني كل المراحل اللي الدولة بتأمنها من مصداقية ودعم وثقة لأي مخترع لبناني مسؤولية الدولة. نحن اليوم عم نقول أنه نحن هيدا مشوار مثل ما قلنا خطوة بمشوار الألف ميل، ونتمنى على كل من يأتي من بعدنا كوزارة وكحكومة وكدولة أنه يشتغل بهالطريقة، لأنه غير هيك ما حنقدر نوصل لمطرح. شكرا لك، حتسقوها تركبوها يلا، لكن نحن معك على الهواء. خلينا نشوف ما إذا كان، خبرونا آراءكم واقتراحاتكم، أنا هيك على المباشر كمان بانتظار انتهاء الوزير من المقابلات الصحفية والإعلامية، بأنه نقرأ شوي من الكومنتس الموجودة معك معنا طبعا معكم عفوا. يلا هلا تعال معاليك، خلينا نخف على الهواء لانه اذا قطعنا مع شينا بس انت فتت علي من الدرج هيدي المواصفات اللي مكتوبه طبعا ب المواصفات الفعليه لسياره الليرة. في حدا عم يسأل قديش سرعة السيارة؟ حسام، في حدا عم يسأل قديش سرعتها للسيارة؟ هاي النموذجية بتوصل سرعتها تقريبا حوالي 55 كيلومتر بالساعة. هيدا جوابا على سؤالك يا فريد شامي. نحن بعدنا معكم مباشرة على الهواء للإضاءة اليوم على سيارة الليرة. فرجينا ربيع أنه اليوم العلم اللبناني مع الإشارة، خلينا مع كمان الأرزة المقصودة وميد إن لبنان، لبنانية الصنع 100%. هيدي مش الأول مرة الأولى بنسمع فيها عن صناعة سيارة على الطاقة الشمسية، لكن هيدي المبادرة هي نوعية فعلا أطلقها اللبناني هشام حسامي هذا المهندس الميكانيكي، لتكون مخرج للبنانيين من ناحية كلفة البنزين اللي أصبحت عائقا على تنقلاتهم اليومية رغم التحديات اللي بتختبرها صناعات الطاقة الشمسية.
هذا المشروع هو للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة، مادية كانت أم بيئية. بيقول صاحب هذا الابتكار بأنه هو قاعد على محطة البنزين أو ناطر دوره بالصف، قال ليش أنا ما بتمكن من تصنيع سيارة بتقدر تنقذنا من الواقع اللي أنا فيه. وفعلا بيتنقل بمنطقته من خلال هيدي السيارة. قال بأنه ببلش أسعارها من 3000 دولار وطلوع، والهدف هو رفع اسم الليرة اللبنانية عاليا، كرمال هيك سميها الليرة لدعم العملة الوطنية بالصناعة المحلية ودعم أيضا للاقتصاد اللبناني. كما أنه حدد سعره، كان بيتمنى بأنه يتمكن من تحديد سعره بالليرة اللبنانية أيضا، إلا أنه للأسف حتكون بالدولار. يعني هيك قال، كون اليوم يعني تكبدت أكيد الشغل وتم دفع عليها ماديا أكيد مبالغ كبيرة لتمكن من تصنيعها. شو برأيكم؟ معقولة نقدر نشوف لبنان سيارات على طاقة شمسية من بعد ما كانت أيضا الطاقة الشمسية هي حل لأزمات اللبنانيين وأزمة انقطاع الكهرباء من في المنازل؟ ما في بيت، ما في سطح بناية اليوم ما بيكون مركبين طاقة شمسية. لكل اللي عم يرجع يسألنا كيف بتشتغل هيدي السيارة، بتتضمن بطاريتين، بيتشرج احدى البطاريات عبر اي قابس كهربائي متاح، يعني من منازلكم فيكم من البيت يعني في الواحد انه يشرجها في حال غياب اشعة الشمس، خصوصا خلال موسم الشتاء. تخيل تقريبا شو 4 أيام من دون تشريجة ممكن أن تسوق، يعني يتمكن من يعني قيادتها. هيدي ال مشينا 180 كيلو مواصفات، 180 كيلو الماكسيموم اللي بتقدر تمشي فيه السيارة بحسب ما مكتوب. هشام، هشام رح تجربوا السيارة مع الوزير. يلا بهيدي الأثناء هيدي أول تجربة لسيارة الليرة اللبنانية، عم بيقودها المهندس هشام الحسامي والوزير وزير الاقتصاد أمين السلام. هلا هتفتح مش هتفتح، بدي اقول لك بس انه امانته للوزير هلا معك ولا هم هو بده يسوق يعني مدامته وابنه كمان موجودين هون بهيدا الحفل الرسمي. صوروا
لنشوف قد ايه مباشره على الهواء احنا نقدر نشوف قد ايه السرعه اللي حيتمكن من قيادتها، او بالناحيه الثانيه هل رح يكون قيادتها سهله كمان. تفضل معاليك يلا. فهميك اللي يطلع دغري بوجهه يا وين حتعمل له كزدوره بوسط بيروت اي صوره بس هذا الجيل القادم هيدا ابنك تفضل سوري تفضل يلا سمايل سمايل هشام مبين ورانا شو اسمه ابنك معاليك؟ سيان. خلي لك اياه. اوكي بدنا نقول لك يعني فيها مخاطره. اخر كلمه قبل ما تركب على الله يكون معنا بس لا ان شاء الله بتكون يعني نحن هلا مثل ما بيقولوا متكلين على الله وبدنا نشوف هالاختراع الحلو كيف بده يكون اول خطوات سيره. ونحن معكم لحتى نشوف الخطوات الاولى لسياره الليره. منيحه سريعه مشيت قلعت وندي اركض بدنا نشوف اذا طلع له موتو على شماله على اليمين مثل ما بيصير بالعاده شو ممكن انه يصير بسياره على السولر. بيقول المهندس بانه هي معنويه يعني اكثر ما انه هي فعليه. عم يعملوا كزدورة بوسط بيروت. شو ما عليك؟ كيف لقيتها؟ رحلة ممتعة جدا. لا نحن عملنا مشوار قصير بس نتأكد انه السيارة ماشية وكل شيء منيح وفعلا يعني تفاجأت انه مثل ما عم تشوفوا بقلب السيارة في سكرين، في سرعة، في عم بيركبوا لها هلا مكيف، ماشي تمام السيارة. وعملنا برمي هون، ما حبينا هلا نطلع على الشارع حتى يعني ما ناخذ مخاطر بين السيارات البقوي، بس مثل ما شفتوا سياره ماشيه، سياره بتجنن. ونحن بدنا نشتغل مع هشام لفعلا نحولها لسياره كامله مكتمله، اخذ كل مثل ما بيقولوا السيرتيفيكيتس المطلوبه تحديدا للامان، لانه بكره لما بدها تصير على الطريق بدها تكون مستوفيه كل الشروط. كنت عامل لهم للمشاهدين شو بيعمل اذا طلع له موتوع على اليمين وموتوع على الشمال. موتوع الليل المريات وين يا هشام؟ عليك هيدي بكره بدها يكون التسجيل بالنفعه وكل شيء ولا افاد هلا هي طبعا اكيد ما في بدك إيه. فينا ناخذ كلمه بس انا بحب اتشكر معالي الوزير الاقتصاد اللي هو داعم لهالمشروع، مشروع سياره الديره من كل قلبي،
ونحن بنشوف حالنا فيك مع الوزير، وانت قدوة لشباب ومستقبل هالشباب اللبناني اليوم. شكرا لك وشكرا لكل المقيمين. الله يقويك ويكثر امثالك يا رب. شكرا. اذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، هيدي هي الاجواء من امام وزارة الاقتصاد. صار للليرة اللبنانية سيارة الليرة، هي ابتكار، هو ابتكار جديد عم بيقوم فيه المهندس اللبناني هشام حسامي، اللي قرر اليوم بانه خلينا نحن منزح لهم ما بقصر، اللي قرر اليوم بانه يقوم بهيدا الابتكار الجميل. سيارة تعمل على الطاقة الشمسية، وكنا قد جلنا مع الوزير ايضا خلال هيدي الجولة للتعرف اكثر على هذه السيارة. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيري وربيع دعوق.